مساء الخير. اللقاء اللي كانت منظومة التنسيقية الإقليمية لحزب أسرى معاصر بفاس كيندرج في إطار مناقشة وإغناء مشروع خريطة الطريق التي تقدم بها السيد الأمين العام الجديد السي حكيم الشماش، اللي حط فيها خمسة محاور جد مهمة اعتبرت هي الموجه للعمل خلال السنتين المقبلتين 2018-2020. أهمية هذه المبادرة الغير مسبوقة هي أنها تؤسس إلى تعاقد حزبي جديد ما بين قيادة الحزب وقواعده، وهي كذلك تؤسس إلى مبادرة نوعية للمواطنة الحزبية، المواطنة الحزبية اللي من خلالها المناضل الحزبي يمارس وظيفته ودوره الحزبي بوعي وبقناعة من جهة، ومن جهة أخرى يمارس وظيفته وهو متملك لكل توجهات ومرجعيات واختيارات الحزب. تحدي أساسي في هذه المحطة المقبلة هو أن الحزب يراهن على بناء أداة تنظيمية قوية لمواجهة مختلف التحديات اللي كتعرفها بلادنا، سواء في العلاقة مع فشل التدبير الحكومي، سواء في العلاقة مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي أمعنت حكومة بن كيران وبعدها حكومة العثماني في الإجازة على العديد من المكتسبات والحقوق ديال المغاربة. ولهذا نأمل بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة اللي يكون فيها واحد تناسب ما بين الفعل التنظيمي الميداني والمواكبة الفكرية النقدية للعمل الحزبي، لأن العمل الحزبي اليوم مطروح عليه أنه يلعب أدواره ويعيد الاعتبار الوظيفة الوسائطية ما بين دول المجتمع اللي هي اليوم تتعرف واحد التراجع كبير. وحزب الأسرى والمعاصرة معني بتقوية المنظومة الوسائطية ما بين الدولة والمجتمع. ثم كذلك الحزب معني بشكل كبير في إيجاد الأجوبة حول التوترات والنزاعات الاجتماعية اللي اليوم تحتاج نوع من الشجاعة، تحتاج واحد الجرأة كبيرة، خاصة أن المسؤولين على التدبير الحكومي اليوم ما قدروش أنهم يقدموا الأجوبة، وكذلك أنهم ساهموا بشكل كبير في قتل جدوة الأمل التي واكبت خطاب سعود مرس.